وحسب الأقوال نتاع العصابة فكانت هناك واحد الخطة معدة خصوصا أنهم ترصدوا الضحية زائد جمعوا عليه معلومات وفي الخطة نتاعهم كانوا تركزوا على الاختطاف كما أن هذا الاختطاف فالمجرمين داروا له دراسة باش يتم الاختطاف ديالو من المكان اللي كيشتغل فيه البوليسي أو على الأقل من القرب من هذا المكان إذا فالهدف من هذا الاختطاف هو التعذيب فالمجرمين كانوا باغيين يعذبوا الشرطي وهنا تيكون استنتاج بلي ان هدف هاد العمل العملية وهدف انتقامي ولدرجة أنهم تفننوا في التعذيب وغادي يقوموا بإزالة العضو الحساس من جسم المرحوم واللي ما تلقاش بتاتا مع أهلا بكم الكرام مرحبا بكم بغيتوا اخبار جديدة مرحبا لأني دير جيمو لايك وبارتاجي باش يوصلك ديما جديد نبداو <applause> كاين حضر... نكملو الخبر ديال سي هشام الله يرحمه البوليس اللي نتو ك... كيل جديد كيل جديد ضرب زطوني راسي مبختو ليا راسي كل مره تصفتي واحد تيقولي اعطينا الجديد فين حكات القضيه ديال هشام على بركه الله نبداو كاين المعطيات تقول بان الشرطه تلقات القبض على اربعه الاشخاص جوج عيالات وجوج رجال آه العيالات علاش كاتبين شدوهم في السعيدية، كان خارجين أسميتو، بان يمكن بغا يطلعو الكريعة يضربو الحمل بغالو الحمير، هادشي اللي بان ليا، راك عارفين خوتنا، ما خوتناش، راك عارفين هاد الجيهة هادي تيحملوناش يعني قالو ران نسلتو من تماك ندخلو. ماك مريضنا ما عندو باس غادي نطلبو حنا اللوز السياسي لا حنا نقولو حنا هما انفصاليين لا حنا بغا يديرونا يطلبو اللوز السياسي وزعما دوك هاد جار السوء غادي تعطيهم يقول لك هاك هاك المتهمين لا ما عندنا حتى اتفاقيه معاه والو ما والو حتى حاجه ما عندنا معاهم حتى علاقه غادي يكون سلتو يدخلوا ولا اني مخزن صاحبي البوليس ديالنا فايق واسي الحموشي هاو ها الحق وض... هاو وتقطع لهيه تا فين غادي رجع لهنا ولا كان الخطه ديالهم انهم يشدوا الفلوكا ويحرقوا واخا يحرقوا يعني كون مشاو اوروبا يعني. سي كون مشاو اوروبا غادي يجيبوهم انتربول يجيبوهم في البلاصه غادي يتحطوا ايه فهمتوا دابا القلب ديال هاد دي. اربعه المشتبهين 100% 99% ما تزيد آه تقول والتحقيقات تقول تسعود وتسعين في المية هما المجرمين كان منهم بارو المخدرات اللي كاين في حد السوالم ذاك آه الريفي نطلق نلقب الريفي منهم هذا وهذوك جوج عيالات ومعاهم واحد خينا هي ربعة السيناريوات آه اللي تيتقال واللي مؤكدة هي ان العملية مشات هكا انهم هاد العصابه خططوا وتجمعوا وخططوا باش يخطفوا سيشن من بلاصه ديال الخدمه ديالو ولا حدا السياره ديالو وكاين معطيات كاين شي اخبار تتقول بان داخله فيها واحد الزميله ديالو من الامن الوطني انه كان بالتواطؤ مع هاد العصابه هي اللي استدرجاتو لواحد البلاصه خاويه وتمك مك... تم التصفيه ديالو والمعطيات تقول كذلك بان سميتو هاد الناس كانوا بغا يخطفوا سي هشام ويديو يعذبوه ماشي يقتلوه بغا يعذبوه نيت انتقام منه الله يعلم هذاك الشيء اللي بيناتهم كاين هاديك الهضره سميتو تلقينا شي وحدين تيقول لك بلا بي سي هشام كان الخ... هو الخليله ديالو هذيك الزوجه ديال هذاك البار مخدرات السابقة سميتو ولكن هاديك هضرة خاوية باقي ما حتى حاجة ما كاينة تيقولو بين كدا بغا ينتقم لا لأنه كان علاقة بكدا ديك الهضرة خاوية السيد بولادو و ديالو ما نحكموش على هاد الهضرة الخاوية فالانتقام واللي نسينا ما قلنا لهم اللي قلنا ليكمش انهم الحد الانتقام يعني التعذيب اللي تمارس عليه انه تقطع العضو الذكري ديالو اعضاء العضو الذكري ديالو تقطعوه وما تصابش لحد الان في منين جبدو الجثه مفحمه هكذا يعني باش تعرفوا فظاعه هاد المجرمين القتاله اش داروا ليه وكذلك سميتو انه كان ما بغاش يصفيو عليه بغاو يديو يعذبوه النيت النيت وديك الساعه ما يقتلوه ما يطلقوه ما كذا ولكن اللي معروف على استيشام انه ملاكم تاي تيلعب يلعب الملاكمه وانه عنده واحد الشخصيه قويه ما تيخافش ما تيخافش حتى من حاجه يعني راه دخل معاهم في صراع وفي بنيه عطيني نعطيك ومن وتبانها من الجسم ديالو اللي جبدو يعني كاين فيهم هذاك الشيء راه التحاليل راه ماشي تنهضروا هضره خاويه كده هذاك الشيء المختبر هما اللي يعني فيه ضربات كثيره يعني سبع وعصا منهم وتا هو باين عطاهم العصا نيت يعني الشخصية ديالو القوة ديالو وكذا ومنين تم التصفية ديالو في هاد البلاصة تم مقلوب السيارة ديالو السيارة ديال سيشان وداو لهاديك البلاصة اه, اه فين داك البير وتماك تم حرق ديالو التصفية ومن تماك وكاين جوج سيارات اخرين كانوا تا هما عندهم المهام ديالهم كدا غاديين مع السيارة كدا داو السيارة الاخرى ديال السيشان تحرقوها وركبوا في هذوك جوج و راه قعد من السعيديه تماك بغا يسلتو ولكن اليقظه ديال رجال الامن انهم ما بحتو بحثوا كذا وكثير يركزوا على ستاسيونات الكاميرات ديال ستاسيونات فنا شافوا هذوك الطوموبيلات المسار لي اللي داو اللي كذا اللي سميتو منين دازو منين كذا ما يعني سميتو ضبط الامور وشكون اللي حلل هاد هاد الجريمه وشكون اللي تراس هاد الجريمه سي الحموسي كلف والي الامن سي الدخيسي سي, سي الدخيسي هو اللي كلفو بحكم التجربه ديالو فهاد السيد الى ما تعرفوش راه هو اللي قطع على اكبر منظمات ديال العصابات اللي كانت في اكادير والناس اكادير راه عارفين شنو هو شكون هو السيد خيسي يعني أي استشارة يبغى اي ج-جريمة كدا كبيرة كدا تيحضر فيها الرباط مراكش سنيطرة أي حاجة ف- في في كاينة فيها أسرار و كذا كدا تيمشي السيد خيسي بحكم التجربة ديالو و الذكاء ديالو و ديالو تيجبد ليهم يجبدهم أي حاجة ف رجال الأمن مشكورين كاع المجهودات. ديالهم كلهم ورحم الله الفاقد وكانت هذه النهايه ديال القصه الحزينه فهنا ربعة المتهمين راه تقدموا للعداله وباقي هذوك اللي طواطئوا معاهم اي واحد يدو في هذا الشيء راه غادي يتجبد المهم هذ الربعه الرئيسيين راه تشدوا وراه غادي تشدو ننتظروا ملي غادي يخرج البلاغ ديال مديريه الامن الوطني راه غادي نجيبوهم لكم وغادي تشوفوه غادي نصوروه ونحطوه لكم باش تعرفوا الوقائع يعني ما حاضرينش خاوين وهذا الشيء اللي كاين نسدو هذا الموضوع ورجعوا الكاريره يلا الله يعاونكم